صباح الخير. اليوم بفت بيت رح نكون عم نشوف سوا طريقة بالستريتشنج بتحسننا كتير. يعني في كتير أمور بحسنونا بالستريتشنج، واحدة منهم أن نكون عم نستعمل إلاستيك باند بالإكسرسايز، ونرجع بعد ما نخلص ست بالإلاستيك باند نكون عم نشتغل كمان الإكسرسايز بدون إلاستيك باند. يعني نقدر نمزج بين الريزيستنس أند ستريتشنج والستريتشنج بدون ريزيستنس. رح نكون عم نشتغل على الأرض أنا كوتش بهيجة، هنشتغل على عضلات الإجرين. عضلات الإجرين كتير فيهم منلاحظ أنه معظم العالم ممكن يكونوا عن جد منهم فلكسبل بهيدي العضلات، وأكيد مع الوقت إذا اشتغلوا عليهم ما أكيد رح يتحسن أدائهم بشكل رهيب، وخصوصا إذا كان عندهم مشاكل بالليونة بعضلات إجريهم من تحت وما بيقدروا يعملوا سكوات كاملة أو أدائهم بسكوات منه مزبوط، هذا الشيء رح يحسنهم أكيد بالأداء كمان، صح؟ رح نبلش بإجر واحدة، ورح ناخد إلاستيك باند بهالشكل، حتى رح نكون عم نشدها لعنا. أكيد رح نعمل إجر فلكس، ورح نحاول قد ما فينا نشد الإلاستيك باند، وبدنا نحاول نشد الإجر بعكسها. يس، سو عم نشد الإجر لقدام، إجر فلكس، chest is up all the time and hold. twenty seconds hold على كل اكسرسايز. رح ابرم بهالشكل، ومن هون رح نام، رح كون عم بطلع اجري ستريت وعم شدها لعندي. عندي اوبشن كون عم حط اجري هيك او تحت، شوي شوي بطلع انا واجري and hold وبريح. أكيد حقبعها نفس السايد وبشتغل اكسرسايز بدون إلاستيك باند. رح حاول أوصل هلأ كأنه إيدي هن الإلاستيك باند and hold. بشيب الإجر لعندي one more time. وبريح. أكيد switch sides، رح نشتغل نفس الإكسرسايز على الجهة الثانية، استعمل إلاستيك باند. أنتوا إذا ما كان عندكم إلاستيك باند فيكم تكونوا عم تشتغلوا الإكسرسايز، تحاولوا أنه توصلوا لمحل ما بتقدروا توصلوا بدون ما تكونوا عم تشدوا بإلاستيك باند. يس، شدها لعنا، أكيد فلكست، ناخد نفس 20 seconds تقريبا، وهون كمان رح ارجع اطلع جيب الاجر لعندي، حاول خلي اجري على الارض، اذا ما قدرت حطها 90 درجة، طبعا افضل تكون على الارض، عم حاول بالعكس ثبتها على الارض، وعم جيب هالاجر لعندي، اجري ستريت بدها تكون، عم شدها، دايما بس شد ما بطلع برقبتي، بحاول قد ما فيني يكون عم ريح كتافي على الارض، وعم شد شوي شوي بطلع. وهلا بشيل الإلاستيك باند، وكمان شو رح اعمل؟ رح اشتغل اكسرسايز بايدي، ناخذ نفس، كثير مهم رجع اجري على وضعيتهم قبل ما ارجع عيد الاكسرسايز، يعني بريحهم، ما ببقى دايما على نفس الاكسرسايز لكون عم ريح شوي وبرجع بعيد التمرين. اخر اكسرسايز رح اشتغله رح كون عم اشتغل بالاجرتين، كمان هولد، جلس كتافي، جلس قعدتي and hold. Perfect. ريح، shake the legs. دايما دايما خدوا بريك قصيرة لو 10 ثواني بين كل ريبيتيشن، بين كل ست وست. يعني هلا احنا اشتغلنا جولة واحدة، فضروري نكون عم نريح ونرجع نعيد السيتس
إذا بدكم فيكم تعيدوا 3 أو 4 ست ساعات كل اكسرسايز لتكونوا عم تستفيدوا أكثر. هيدا كان كل شيء لليوم، بتمنى لكم نهار حلو أكيد، بشوفكم بتمارين جديدة، تنين.